والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا لإقامة هذا السر المقدس. أنا أعترف الله القادر على كل شيء وعليكم أيها الإخوة أني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جدا. لذلك
الداعي في البتولية، وإلى جميع الملائكة والقدسين، وإليكم أيها الأخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله الملك السماوي. أظهرت ابنك الوحيد للأمم الوثنية بالنجم الهادي،
أنعم علينا وقد عرفناك في الأرض بالإيمان، أن نعاين جلالك البهي في السماء بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر من سفر أشعيا النبي. قوم استنيري يا أورشليم، فإن نورك قد وافى ومجد الرب أشرق عليك. ها إن الظلمة تخشى الأرض والديجورة يشمل الشعوب، ولكن عليك يشرق الرب ويتراءى عليك مجده، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي طرفك إلى ما حولك وانظري، كلهم قد اجتمعوا وأتوا إليك، بنوك من بعيد يأتون وتحملين بناتك في حضنك. حينئذ تنظرين وتتهللين ويخفق قلبك ويرحب، إذ تنقلب إليك ثروة البحر ويأتيك غنى الأمم. كثرة الإبل تخشاك، بكرانا مدينا وعيفا، كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهبا ولبانا يبشرون بتسبيح الرب. كلام الرب. هب حكمتك للمليك، هب عدلك لابن الملوك، فيقضي بالعدالة لشعبك وبالإنصاف لبائسيك. في أيامه ويستتب السلام، إلى أن يضمحل القمر ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي المعمور. المجد لك أيها المسيح. ترشيش والجزر يحملون إليه الهدايا، ملوك شبأ وسبأ يقدمون له العطايا، وكل الملوك له يسجدون وإياه كل الشعوب يخدمون. المجد لك أيها المسيح. والبائس الذي ليس له من نصير، يشفق على الكسير والفقير ويخلص نفوس المساكين.
أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، سمعتم بالنعمة التي أنعم الله بها علي من أجلكم لتحقيق تدبيره، وكيف أطلعت على السر، هذا السر الذي لم يطلع عليه بنو البشر في القرون الماضية، وكشف الآن في الروح لرسله وأنبيائه الأطهار بوحي، وهو أن الوثنيين هم في المسيح يسوع شركاء اليهود في ميراثه وجسده ووعده، ويعود ذلك إلى البشارة كلام الرب. الشكر لله. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام الملك هيرودس، إذا مجوس قدموا أورشليم من المشرق وقالوا: أين ملك اليهود الذي ولد؟ فقد رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له. فلما بلغ الخبر الملك هيرودس اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها، فجمع الأحبار وكتبة الشعب كلهم واستخبرهم أين يولد المسيح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، فقد أوحي إلى النبي فكتب: وأنت يا بيت لحم أرض يهودا لست أصغر ولايات يهوذا، فمنك يخرج الوالي الذي يرعى شعب إسرائيل. فدعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم في أي وقت ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا فابحثوا عن الطفل بحثاً دقيقاً، فإذا وجدتموه فأخبروني لأذهب أنا أيضاً وأسجد له. فلما سمعوا كلام الملك
ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما أبصروا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فرأوا الطفل مع أمه مريم فجثوا له ساجدين، ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا. ثم أوحي إليهم في الحلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، فانصرفوا في طريق آخر إلى بلادهم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. سعد مساكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذا اليوم المبارك عيد الغطاس، أو اللي منسميه عيد ظهور الرب للأمم الوثنية، في الواقع عيد الميلاد كله أو الزمن الميلادي كله هو عبارة عن عيد ظهور الرب. عيد غطاس طويل، وكلمة غطاس لما بنقول اليوم هو عيد الغطاس يعني ظهور الرب. ظهور الرب في العماد، ظهور الثالوث الأقدس كامل في عماد الرب لما تم عن يدي القديس يوحنا المعمدان. وظهور الرب أيضا عندما أظهر الرب يسوع له المجد نفسه في عرس قانا الجليل. وأيضا ظهور الرب في التجسد في الميلاد في مغارة بيت لحم، عندما احتفلنا في 25 كانون الأول بعيد ظهور الرب بالجسد. فلذلك عيد الميلاد إذا صح التعبير ممكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: ظهور الرب بالجسد في الميلاد يوم 25 كانون الأول، ظهور الرب للأمم الوثنية في هذا اليوم اللي فيه المجوس، وهذا موضوع تأملنا، جاءوا ليسجدوا للرب أو للملك المولود فقد رأوا نجمه في المشرق. والظهور الثالث عماد الرب، ظهور الرب في المعمودية عندما ظهر الابن بالجسد وعرفه يوحنا المعمدان، وظهر الروح القدس عندما حل على السيد المسيح له المجد ب أو على شكل حمامة، وظهور صوت الآب الذي سمع عندما قال هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. اليوم ظهور الرب للأمم الوثنية، وموضوع إنجيلنا هو ليس فقط ظهور ولكنه لقاء الرب مع هذه الأمم اللي ما بتعرفوا، لقاء الرب مع هؤلاء الأشخاص اللي ما سمعوا في الكتاب المقدس ولا سمعوا عن الوحي ولا سمعوا عن أي شيء يدل يعرفهم بوجود السيد المسيح في مغارة بيت لحم. هذا اللقاء إذا بدنا نقول أو هذا الظهور كان له علامات شافوها هؤلاء الوثنيين، ومن خلال هذه العلامات عرفوا يلتقوا بالرب. انقادوا لهذه العلامات بشكل مرن
انقادوا لهذه العلامات بدون تحفظ، لمجرد انهم شافوا النجم. وعلى فكرة بين قوسين موضوع النجم هو موضوع معروض للبحث، ومن آخر النظريات اللي قرأناها إنه هذا النجم الذي ظهر هو مش نجم زي ما نقول نجم مثل نجم الشمس أو النجوم اللي احنا بنعرفها، هو اقتران انعكاس ضوء كوكب المشتري مع الزهرة. احنا بنعرف انه كل كوكب له انعكاس ضوء، كيف القمر احنا بنطلع عليه بيضوي، احنا بنشوفه نور، ولكن هذا النور اللي بينعكس من القمر ما هو الا انعكاس نور الشمس الذي يقع على سطح القمر، واحنا على الارض بنشوفه بهذه الطريقة. فالكواكب اللي كانت دور حول الشمس، كل كوكب له سنته الشمسية الخاصة فيه، وكل واحد بحسب بعده عن النجم الشمس. فاقتران ضوء الزهرة مع المشتري يعني تقاطع ضوئيهما مع بعض، واللي كانوا على الأرض شافوا هذا التقاطع ورأوا فيه علامة مهمة جداً، علامة الميلاد، علامة ميلاد ملك فريد من نوعه لن يولد مثله على وجه الأرض مرة أخرى. لذلك تبعوا هذا النجم أو هذا النور المنعكس، وعرفوا أنه يوصلوا إلى المكان اللي ولد فيه السيد المسيح من خلال تتبعهم وسهرهم، ومن خلال أيضاً استعدادهم اللي قادهم شوي شوي حتى الوصول إلى إلى الطفل المولود في المغارة. هذا الانقياد بيتطلب كثير، ويتطلب كثير من المجوس. المجوس مين هم المجوس؟ هم طبقة كانت موجودة بين الملوك وبين الشعب، وهذه الطبقة كانت تعلم بعلوم الفلك، إلها معرفة وافية بعلوم الفلك. عشان هيك لما شافوا النجم عرفوا يقرأوا معنى هذا النجم وشو معناه بالنسبة للناس اللي بيعرفوا عن موضوع التنجيم. هذه الطبقة كانت واسطة بين الملوك اللي كانوا يتواجدوا شرق نهر الأردن. هلا التقليد بيقول إنهم ثلاث أشخاص جاءوا، هذا الرقم هو نسبة إلى الهدايا اللي قدموها للسيد المسيح، الذهب واللبان والمر. ولكن لما بيقول مجوس يعني أشخاص، أكثر من شخص طبعاً وأكثر من شخصين، وجاءوا من شرق من المشرق، كلمة تعني جمع الشرق، يعني مش بس من مكان واحد، من الشرق من عدة أماكن. شرق نهر الأردن، شرق الأردن ممكن يكون من العراق، من سوريا، من بلاد فارس، أو من بلاد العرب والبتراء، وهذا بينعكس من خلال الهدايا اللي قدموها للسيد المسيح. هاي المعلومات بين قوسين. نرجع لموضوع الانقياد لهذا النجم. ما كانش سهل إنه هذول المجوس ينقادوا يتبعوا هذا النجم، هذا النور. وكلمة نجم بالمناسبة هي اختصار إلى نور جاء مرشدا، كما قال لي أحد الأصدقاء، نور جاء مرشدا. لذلك الانقياد لهذا النجم ما كانش سهل،
لأنه كان يتطلب منهم إنهم يتركوا مكانتهم، والمجوس كان لهم مكانة مرموقة بين الناس وعند الملوك، فكان يتطلب منهم هذا الانقياد أن يتركوا مكانتهم ويتقدموا تابعين مسيرة هذا النور وهذا النجم حتى الوصول إلى الملك. كان في بحث مستمر، كان في يقظة، كان في سهر، كان في نوع من التخلي عن المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، كان في نوع من التخلي عن المكانة وإلى آخره، وكان في نوع من الاتباع، تتبع لهذا النور. هذا الانقياد، الجزء الأخير من تأملنا، هذا الانقياد اللي تم مع المجوس كان مهم جدا، بحيث الله تعالى استعمل نفس الثقافة ونفس المعرفة اللي كان يعرفها هؤلاء المجوس، استعمل أمور بالنسبة لهؤلاء المجوس اعتيادية جدا، معروفة جدا إلهم، وبجوز لم تكن معروفة للشعب المختار في ذلك الوقت. استعمل ما يدخل في معرفتهم وعلمهم حتى ينتبهوا وحتى ينقادوا إلى هذا النجم. استعمل أشياء كان يعرفها هؤلاء المجوس، هؤلاء الناس الوثنيين، حتى يلفت انتباههم ويكشف عن حضوره وعن نفسه لإلهم. وهذا ما يحدث معنا في كثير من الأحيان، وهذا ما يحدث معنا في كثير من الأحيان لما ربنا بده يحكي معنا إشي ويوصل إلنا ويكشف عن ذاته لإلنا. ما بيستعمل إشي خارج عن معرفتنا، ما بيستعمل إشي خارج عن عالمنا والمحيط اللي إحنا منعيش فيه. يستخدم الله تعالى كل ما هو في داخل محيطنا ومعلوماتنا وثقافتنا حتى يكشف عن نفسه لإلنا. وهذا ما حدث مع المجوس، عرفوا يقرأوا هذا النور، عرفوا ما معنى هذا النور وتبعوه حتى يصلوا للسيد المسيح المولود في مغارة بيت لحم. وأما بالنسبة لما قدموا المجوس للسيد المسيح، الهدايا اللي قدموها ذهب وبخور ومر، العطر. الذهب يرمز إلى، طبعا يقدم للملوك وهذا معروف بالنسبة لنا ولأولادنا الصغار، ولكن الذهب يرمز إلى ما يميز الإنسان، والله أعطى الإنسان ما يميزه وهو الحرية، حرية الإنسان اللي كثير مرات هذا الإنسان يستخدمها للابتعاد عن الله وليس للاقتراب. في الوقت اللي الأمم الوثنية المجوس استخدموها حتى يلتقوا مع الرب، مش يبتعدوا عنه ويهربوا منه. أما البخور فيرمز إلى الصلاة، ما يميز الإنسان أيضا هو الصلاة. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يصلي، والصلاة في حد ذاتها هي اللقاء مع الله، هي أن نلتقي مع الله. وحتى نلتقي مع الله هنالك رحلة يجب أن نقوم فيها، يجب أن نترك أشياء كثيرة حتى يصح هذا اللقاء مع الله ويثمر.
أما المر وهو العطر فهو يرمز للأعمال التي نقوم فيها، يقوم فيها الإنسان، الأعمال التي ترفع من مكانة الإنسان. هذه الأعمال هي التي إذا قدمناها لله نمجد فيها الله تعالى. أعمالنا اليومية، أعمال حياتنا اللي بنعيشها. لذلك يا إخوتي، في هذا المساء، في عيد ظهور الرب، في هذا المساء نذهب نحن أيضا مع المجوس لنلتقي مع الله في رحلة اتباع هذا النور، اتباع كل ما يعطينا الله من علامات في حياتنا اليومية العادية للوصول إليه. وفي الوقت اللي احنا بنوصل فيه لله، خلينا نقدم ذواتنا كاملة، وجداننا كامل نقدمه للرب بحريتنا، بصلاتنا، وبأعمالنا وحياتنا كلها، حتى ننال نعمة هذا العيد، وحتى ننال نعمة ظهور الرب في حياتنا ولقائنا فيه. آمين. لنقف ونعلن إيماننا. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، صعد إلى السماء وجلس على اليمين، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنرفع أيها الأخوات والإخوة الأحباء إلى الله الرحيم صلاتنا، نحن الذين أنارتنا أسرار النعمة الإلهية، والذي نحتفل اليوم ببدء دعوة الشعوب الوثنية إلى الإيمان. من أجل أن يكون تابع المسيح من أي أمة كان مجوسياً حكيماً مؤمناً، وأن يؤدي للمسيح ما له عليه من جزية مباركة، إيماناً وحباً وصلا إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يكون المسيح في سماء كل إنسان نجماً يغذيه من ذاته، نوراً وناراً وحياة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل ألا تأخذ الناس عن المسيح غفلة خادعة ولا رؤية واهمة كما أخذت أهل أورشليم، وألا يطلب قتله خوفاً من حسابه كما فعل هيرودس الطاغية، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يعلم المؤمنون إنهم كالمجوس الحكماء
لا يجدون المسيح إلا بعد أن يبدلوا سيرة ومسارا ويطرح بين يديه ما علق من الدنيا بأيديهم مالا ومتاعا وهوى. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تعلمنا السيدة العذراء كبيرة الساجدين للمسيح في مغارته ومهده كيف نستعذب مثلها الملكوت على العبادة والمنجاة والسجود، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. في لحظة من الصمت نطلب فيها طلباتنا الشخصية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الإله القدير، أصغي إلى أدعيتنا نحن الذين نقيم الصلاة من أجل الناس أجمعين، واجعلنا نسلك أمامك سلوك أبناء النور بالمسيح ربنا. آمين. Thank you.
أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يدي مدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسره. اللهم انظر إلى قربان كنيستك راضيا، فإنها لا تقرب لك ذهبا ولا لبانا ولا مران، بل تقرب من تشير إليه هذه الهبة، هو ذبيحتنا وقرباننا يسوع المسيح الحي المالك إلى دهر
لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب كأس الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس بطركنا بيير باتيستا وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهيم. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، مع القديس يوسف خطيب والعفيف، مع الرسل الأطهار والقديس بولس الرسول شفيعنا، وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونرتل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. يا رب من جميع الشرور تعطف ومنح السلام في أيامنا، واعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. ولد المسيح، تبادل سلام المسيح. الله الحامل خطايا
حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.
بعد القداس وإحنا خارجين عايد على بعضنا البعض، راح يكون في شوية الضيافة، العوامة أو زلابية اللي إحنا بنعملها مخصوص حتى نتذكر عيد الغطاس. هاي العوامة اللي بتنزل بالزيت بشكل وبتطلع بشكل آخر، كذلك الإنسان اللي بينزل بالمعمودية شكل وبيطلع شكل آخر، إنسان آخر. إن شاء الله انطلاقاً من هذا العيد نعكس نور المسيح بحياتنا المسيحية ومن مجد فيها. وكل عام وأنتم بخير. لنصلي. أيها الإله ربنا، ليتقدمنا نورك السماوي أين توجهنا وحيثما حللنا، فنعرف المسيح في سر القربان المقدس ونقبله بإخلاص الوفاء وصفاء المحبة، بيره هو الحي المالك إلى دهري. احتفال في الظهور الإلهي في بركة خاصة، بعد كل بركة منجاوب أمين. أحن رؤوسكم للبركة. الإله الرؤوف الذي أخرجكم من الظلمات إلى نوره العجيب ينشر عليكم بركته الواسعة ويثبتكم على الإيمان والرجاء والمحبة. والمسيح النور الذي أشرق اليوم في الظلمات يجعل منكم تلاميذاً جديرين به، تحملون نوره إلى إخوتكم أجمعين. آمين. وهو الذي بحث عنه المجوس بقيادة النجم فوجدوه في فرح عظيم، يجعلكم تلتقون بعد مسيرتكم الأرضية وتشاهدونه نوراً من نور. آمين. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. يا سلام يا سلطان.